أين الاتفاق وأين ما عاهدتني؟ يقول الأتراك للروس. سامحني يا صديقي فمصالحنا أولى، يرد الروس. واللهم اضرب الروس بالأتراك، تقول أمريكا. صدام تركي روسي في إدلب والعين على طرابلس. كيف حضرت ليبيا في شمال سوريا؟ وما مصير حلف الأصدقاء؟ من إدلب هنا طرابلس، حين تتشابك المصالح وتختلف المدن. في المثل الشعبي الدارج: لا تحمل بطيختان بيد واحدة. وهذا تحديداً ما ينطبق على السياسة التركية تجاه الأزمات التي تمر بها الدول العربية. البطيختان هنا إدلب وطرابلس الليبية، والحامل هو الزعيم التركي أردوغان. وسياسة البطيخ هذه هي المحصلة للأحداث الأخيرة والتي تجلت في إدلب. قوات النظام السوري تضرب مواقع تركية وقتل أتراك يسقطون. ثم تتضارب تصريحات تركية بين الرئاسة ووزارة الدفاع وكلام المراقبين. أردوغان رد بمقتل 54 جندياً تابعاً للنظام الأسد. الدفاع التركي ردت بمقتل 76 جندياً، والمراقبون قالوا رد كقلته. فلا خسائر بشرية في جيش النظام. تبع ذلك تخبط آخر، تصريحات تركيا أفادت بأن إدلب خرجت عن السيطرة. تصريحات أخرى عادت تقول لن نسمح بسقوط إدلب بين جند النظام، وتعزيزات تركية تصل لتأمين المكان. لكن ما الذي قلب موازين إدلب؟ ولماذا الصدام التركي مع النظام الذي يتحرك بأوامر روسية؟ وأين ذهب اتفاق إدلب مقابل طرابلس؟ تقارير صحفية أبرزها روسية تحدثت عن خلاف روسي تركي وقع في موسكو عند محاولة جمع شتات الليبيين باتفاق يوقف الحرب المرتقبة، واتهامات من روسيا لتركيا بإفشال الاتفاق من خلال إصرارها على دخول طرابلس ووضع اليد العسكرية عليها. تفاقم الخلاف أكثر بعد مؤتمر برلين الذي كان محاولة أوروبية لتعويض فشل اتفاق موسكو، والذي اتهمت تركيا أيضاً بإفشاله عبر تعزيزات عسكرية أرسلتها لطرابلس ومرتزقة انتدبتهم أنقرة للقتال باسمها في ليبيا. في نظر روسيا، ما تفعله تركيا هو باب سيدخل منه الأمريكيون الذين ظلوا واقفين على الحياد في مسألة ليبيا، وهو أمر لا تريده موسكو، أي دخول واشنطن على الخط. وأيضاً المشير حفتر هو الأقرب لموسكو من فايز السراج الموالي لتركيا. صراع نشأ لأجل طرابلس في ليبيا ووصل صداه لإدلب. فالروس عبر السماح للنظام بضرب المواقع التركية أرادوا قلب الطاولة على تركيا. أنتم أردتم كل شيء فلن تحصلوا على شيء. والأتراك الآن الذين تخلوا عن بطيخة إدلب مقابل بطيخة طرابلس، أفقدتهم موسكو كلتا المدينتين حتى الآن، ما دفع تركيا للعودة والتمسك بإدلب على أمل المفاوضة بها لمقايضتها بطرابلس. فهل يعاد رسم الصفقة بين الروس والأتراك؟ أم أن قراراً روسياً نفذ بإخراج تركيا من اللعبة؟